لما سألت صاحبي عن أخبار الحكومة قال لي إذا مش التنين الخميس، ولما سألته عن الوزراء قال لي إذا مش 24 بيكونوا 30، بس لما سألته إذا كان فيها تلت معطل قال لي المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. هلأ خطر لي أسأله إذا رح تكون حكومة انتخابات، قال لي عيش يا قديش. كمان خطر لي أسأله إذا معقول تكون الحكومة 32، قال لي أنا أمير وأنت أمير، مين بده يرعى الحمير؟ اتذكرت إنه في ناس كتير بعدهم ضد تشكيل الحكومة. قال لي عدو جدك ما بيودك، وعدو بيك بريدك تهلك. كمان قال لي إذا بدك تقص دنب حمارك ما تقصه قدام شخصين، واحد يقول لك قصرته والتاني يقول لك بعده طويل. ليك يا صاحبي ما رح فيك ترضي الكل، لما توزعت الأرزاق ما حدا عجبه رزقه، ولما توزعت العقول الكل رضي بعقلته. هذا رأيي، فكر فيها.